اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كالعاده، دائما معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم هنا كما كتشوفوا جلابه مخزنيه، اللي تقريبا هي اصلا يعني هذا هو بالنسبه لهذا الموسم ديال الصيف هذا. يعني كتجي زوينه خفيفه الجلابه، فهكا يعني كتكون يعني دوك الثوبات المبردين يعني تبارك الله دابا موجودين ثوبات بزاف دوك الخفاف، فكتجي هذه في اللبسه ديالها زوينه. ملي بالاخص الا كانت شويه مقيصبه يعني كتقدروا تلبسوها مثلا مع صنيدله كخفيفه، اولا مثلا مع بليغه، ولا مع دوك السبيطات ديال لي موكاسان، يعني كتجي بهم زوينه. يعني كاينين ديال بالنسبه للثوب غليظ اللي كيكون فصل ديال الشتا، اللي هذوك من طبيعه الحال كتلبسهم على بوط، وهذا كيجيو بهم زينين في اللبسه ديالهم كتجي زوينه. حنا دابا بالنسبه لي بما اننا حنا في فصل الصيف كما قلت لكم، فراه هادو كيجيو نازلين هكا في اللبسه ديالهم كتجي زوينه وفي نفس الوقت مرحه، يعني داك العرض اللي كيكون فيها. وبالنسبه لهذا الموديل هذا فراه يعني راه فيه تقريبا فيه شحال يعني فيه طرق ديالو باش كيتفصل، وهنا كيبقى الاختيار ديال كل واحد، يا اما كنقدروا نديروها تقريبا شويه يعني تقريبا بحال غادي الجلابه عاديه، اولا كنخليوها في نفس داك العرض. هنا كنتمنى منكم انكم ما تنساوش انكم تبعثوا لي بالتعليقات وديروا لي جيم وتبارطاجيو مع الناس اللي تتعرفوا، يعني باش تعمل الفائده للجميع وتشجعوني انا باش نعطيكم اكثر، وان شاء الله مازال غادي نعطيكم حوايج اخرين زوينين. وكنشكركم بزاف 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 يعني كاع جميع الاخوات اللي يعني لا من المغرب وحتى الاخوات اللي عاد دخلوا جداد حتى هما كنشكرهم بزاف. والمهم ان شاء الله دابا غادي ندوزو للطريقه باش نوريكم كيفاش. هنايا بالنسبه للجلابه المخزنيه، فهنا كما كتشوفون عندي هنا مثلا الثوب الطول ديالو بحال ما هكذا، فيه جوج ونص على متر ونص ديال العرض، كنشدو كنطويه دائما هكا على اربعه. لا بطبيعة الحال راه دائما تنخليو هادو مفتوحين، جوج هنا مفتوحين وهذا مسدود، ولا هنا دائما القدام تيكون خارج بحال هكذا على الظهر، يعني دائما يكون خارج بواحد شويه بحال هذا الشكل. انا بالنسبه لي هادو حيت غير ورقه صغيره فغادي نخليها هنايا. الثوب دائما كما هذا خصنا نفصلوه يعني بهذا بالمقلوب، يعني كنديرو على الكفه ديالو فما تنديروش على وجهه، باش هكا ملي كنبغيو نطراسي ولا شي حاجه ما يعني ما سيناش هنا فيه طراساج. هنايا دائما الثوب هنايا دائما شنو كنديرو، هنا كناخدو على حساب العرض اللي كانت السيده ما فاتهاش في دوره الحوض 35، حيت الا كانت فيها دوره الحوض 35 فراه خاصها تضطر يا اما غضربو تنكيس اولا غتضطر تاخد الثوب شويه زايد على العبار. وهنا بالنسبه للسيدات اللي كيكونوا مثلا ما عندهم واحد العبار قليل وفي نفس الوقت باغيين يديروها مقزبه، فراه ياخدو قل من جوج ونص، يعني جوج ونص راه كافيه وغادي تشيط لهم جوج ونص. هنايا شنو غادي ندير دائما، هنا انا غادي نعبر الطول هو الاول، هنايا غادي ناخد هنا جوج، نعبر هنا ديك 8 دائما، غنجي هنايا غادي نهبط ديك جوج ونص، غنجي هنا غادي نهبط بعشرة بحال هكا. هنا يا اما كنديرو شويه بحال في، ماشي في كاع تقريبا ولكن هكا كيجي شويه هكا داير، وهنايا كنبقاو تندورو بحال هكذا. هنايا كنجيو كنعبرو الكتاف ديالنا مثلا بالحق من هنايا لهنايا، غادي نجيو غنعبرو الكتاف ديالنا غادي نطراسيهم بحال هكذا، يعني ماشي غادي نقطعهم ولا شي حاجه وانما غادي نطراسيهم. غنجيو من هنايا باش شحال غنزيدو على الكتاف، كتبقى دائما كنزيدو ما بين 8 حتى 10، ما بين 8 حتى 10، هادي دائما على حساب كل سيده، لانه حيت وحده عريضه ماشي هي وحده مثلا رقيقه، وحده طويله ماشي هي وحده قصيره، فهنا دائما كيبقى الاختيار هنا ديال على حساب كل وحده وشنو اللي غيجي معاها. فهنا شنو كنديرو، كنجيو هنايا كنقصو كنطيحو الكتاف 3 سنتيم، هنا كنجي كندير لهذا بحال هكذا، كنلاقي هذا مع هذا، وهنايا داكشي اللي زدتو هنايا من طبيعه الحال غادي نزيد ديريكت لهنايا. مثلا انا زدت هنايا فراه هذا ديريكتومون غيمشي ديريكت لهنايا، هذا هو العبار ديالو. مثلا نديرو حنا زدنا مثلا غير 10 او لا المهم حنا قل، هنا شنو غادي ندير، غادي نجي هنا غادي ننزل هنايا بالتركيز، داكشي هنا فيما جاني هنا التركيز، غادي نحط مثلا نقطه، غنجي غنعبر الربع، داك الربع اللي عندي هنا شنو كندير، الربع كنزيد فيه على حساب العرض مثلا اللي انا باغا، نقدر نزيد من 3 سنتيم مثلا 4 حتى 5 سنتيم على حسب العرض اللي انا مثلا باغياه، اولا غادي نمشي ديريكتومون نزيد ديريكت نقادو ديريكت مع هذا مع هنا، هذه حتى هي كتجي حتى هي مزيانه بحال هكا، كنجي نقاد هنا اولا ما كنجي كنقادو كنقدر هنا ندخل بواحد تقريبا بواحد سنتيم من هنايا فقط لا غير نقصو، باش كتجي واحد الدويره اولا كنخليها بحال ما هكا. وهذه الدوره هذه حيت هادو كلهم تيخرجوا نفس الطريقه كيخرج كتخرج بهم،
هنايا شنو كنديرو هنايا هاد البلاصه هادي مثلا هنا ديال هنا 26، المهم زدنا 26 اولا 27، هنا دائما كنقصوا واحد السنتيم. هنايا شنو كنديرو هاد البلاصه هادي درنا هنا 27، هنا هاد الهبطه هادي غنديرو فيها مثلا هنايا هنا 27، هنا غنديرو هنا مثلا 26، دونك غادي تجينا هاد البلاصه هادي. غادي نضطر نديرو بحال هكذا باش ناخدو، انا غير باش نعاود لكم باش تشوفوا كيفاش بحال هكا. هنايا دابا هنا ديال الربع صافي كملناه. هنا باش غناخدو باش غادي نمشيو مع الجلابه كلها للخر، يا اما هنا كيبقى الاختيار، يا اما كناخدو من الكتف، من هنا هاد الكتف هنا كنجيو للحزام وكنعبروا الحزام ديالنا وكنقصوا على هاد العبر جوج سنتيم، وكنجيو كنعبروا ثاني من الحزام لهنايا باش كناخدو الدوره ديال الحوض، او كننزلو من هنا كننزلو ب62 سنتيم وكناخدو ديريكتومون دوره الحوض، او كناخدو ثاني من هنايا لهنايا كناخدو كننزلو ب30 سنتيم، ناس 30 سنتيم باش كناخدو ديريكت الدوره ديال الحوض. يعني راه كما تيقولوا الطرق كلها تؤدي الى روما. هنا راه كله بحال بحال، فهنا كيجي كله نازل بحال هذا الشكل هذا. هنا شنو كنديرو؟ كنديرو واحد الضريبه هنا غير واحد شوي فقط. غادي نجي نحيد هذه الدوره، نمشي ونهبط. من طبيعة الحال كنزيدو القياس ديال الخياطة اللي ضروري. كنجيو لهنايا كنديرو هاد هكا باش كنبقاو معلمينو باش نعرفو هادي ديالنا فين كاين. هنا كنجيو كنقادو الطول ديالنا، الا ما كانش مقاد كنعاودو نقادوه. كنجيو كنحيدو هاد الظهر كنحيدوه بحال هكا، كنجيو كنديرو هادي هذه هي الجلابه ديالنا اللي كتكون بحال هذا الشكل هذا. هنايا غادي ندوزو لكم هنا بالنسبه لكم، هنايا كيعدي هذا الطرف هذا كنجيو كنت هذا هو اللي عندنا محلول. هنايا عندنا التوبوه هذا تيكون هنايا، كنشدو هادو اللي محلولين هو اللي كنجيبوه لعندنا، وكانت هاد البصيم هذا كتكون هنا مسدوده، كنجيو كناخدو التوب هنايا كنطويو على حسب التركيز اللي عندنا بحال هذا الشكل هذا كنطويو. كنجيو هنايا كنحاولوا ان كنعبروا التركيز الزين داكشي اللي عندنا بحال هكا، تنقادوه بحال هكا هنا. كنجيو هنا كندخلوا بواحد 4 سنتيم بحال هكا، كنجيو كنضربوا التوب ديالنا بحال هكا، كنجيبوه شويه ميل بحال هكا. هنايا كنعبروا الطول، هذاك الطول اللي غنعبروه كنقصوا منه دائما. هنا مثلا كنلبسوا حنا مثلا المهم 56 اولا 60 اولا، هذا كنقصوا من هذاك الشيء اللي زدنا هنا في الكتاف كنقصوه من الكم، كنقصوه منها هنا ضروري خصنا نقصو. وهنا كناخدو الدوره ديال الكم وكنجيو تنديرو ليه بحال هكا ديريكت. طيب الحال كنزيدو زياده الخيطه واحد 3 سنتيم ولا 4 بحال هذا. هنا بالنسبه لكم هو هذا، غنجيو غادي نقادو بحال هكا تشوفوا هانتوما بحال هذا الشكل كيجي هنا، يجي بحال هكا يعني باش ما كيجيش هذا، علاش كنطيحو شويه هنايا لحقاش باش ما يجيش هذا شويه طالع بزاف اولا تجي بحال هكا بزاف، كيجي هكا شويه ميل كيجي مزيان. داكشي علاش ديك الربعه كنزيدو كنجينا مزيان ملي كندخلو في ديك الربعه بحال هكا، باش كيجينا مزيان بحال هكا كيجينا غادي داك الميل كله غادي بهذا الاتجاه هكا، يعني كيجي داك الميل مقاد. دابا غادي ندير لكم القب. هنا بالنسبه للقب فراه كناخذو التوب هو بحال هكا كناخذو هاد الجهه هادي اللي مسدوده كتكون عندنا حنا هنا،
هاد البلاصه اللي مقاده كتكون بحال هادشي. المهم سواء كان هنا اولا من هنا فراه بحال بحال هنا. شنو كنديروا؟ كنجيو هنا كنعبروا دائما يا اما 40 اولا 42 على حساب الطول اللي حنا بغينا نديروه. مثلا نديروا مثلا حنا غنديروا غير 40، غتجينا هنايا هنا غنجيو هنا غادي نعبروا هنا 30 يا اما بغينا نديروا شويه صغير كنديروا 28. كنجيو هنا مثلا كناخذوا ديك 30 بحال هكا وكنطلعوا هنايا 30 بهذا الشكل هذا. كنجيو لهنايا كندخلوا بواحد 2 سنتيم كنجيو كنديروا له بحال ما هكا بحال ما هكا. وهنايا كنجيو كنديروا له بحال الطريقه. وهنايا دائما يا اما الا بغينا نديروا الحد في القد في القب راه كنقطعوا، الا كنا غنديروا مثلا راندو ولا العقيق ولا هذا، اولا راه بعد ما نحس الراندو كنضطروا نديروا بهذه الطريقه، اولا كنزيدوا تقريبا واحد 14 سنتيم حتى لهنا وكنجيو لهنايا كنخرجوا بواحد 4 ديال السنتيم كتمشي لنا بحال ما هكا. هادي علاش؟ حيت كنضربوا بهذيك الحاشيه اللي كدور عندنا في القدام ديال القب اللي كتجي عندنا في القدام كنغلفوها بهاد الطرف هذا اللي كيكون زيد ملاقي هكا مع القب بهذا الشكل هذا. هادي الا بغينا، الا ما بغيناش نديروا القب ديالنا غير حدو قدو يعني على قد القياس ديال الدوره ديال العنق. بحال ما هاد الشكل كتجي هنايا القب، ها هو بحال هكا. وهادي من طبيعة الحال كنغلفو بها كيما قلت لكم هنا القدام، ولا الا مبغيناش راه نقطعوها كنحيدوها تنعبرو هاديك 40 اولا 38 وكنكتفيو بها. هنا تيبقى على حسب، لانه حيت بعض المرات هاديك الدورة كتجي كبيرة مرة كتجي صغيرة، فهنايا داكشي علاش دائما كنكونو ملي كنخدمو العبار كتجينا هكا مزيانة. المهم كانت هادي هي الجلابة ديال الجلابة المخزنية. ايوا كما قلت لكم بالاخص انا دابا في الصيف يعني تقريبا راها يعني راها كاينه في هذه الفتره ديال الصيف كتجي زوينه خفيفه. بالنسبه لنا حنا الجلابه ديالنا ها هي كما كتشوفوا، ها هي هنايا جايه مقاده من هنا يعني ماشي جايه طالعه بحال ما هكا، حيت الا ما حيدناش هذيك الربعه من هنا غادي يجينا بحال ما هكا وميمكنش حنا الجلابه غتلبسوها غتلبسوها بحال ما هكا بالكم غيجي بهذه الطريقه. ضروري كندخلوا بديك الربعه باش كتجينا كامله باش كيجي داك الميل غادي بهذه الطريقه. فكانت هذه هي الجلابه ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم. فما تنساوش انكم تبعثوا لي باللايك ديالكم وبالتعليقات ديالكم المهم تبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وكنشكر جميع الاخوه والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، والسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.